شنو سؤالك؟ لا انت تقول لي ان مارلت يبند. يس ما بند. وصل عبد الله اليوم مدرب مبيدي يعرف شو يسوي. ترى حصان اللي شفتيه العام مو هو اللي شفتيه السنه. حصان وايد ما دام عندي هالرجال موجودين معاي من اداريين ومدير فريق ومن فرسان انا على ثلاثه ان شاء الله بالله سبحانه وتعالى. شوفي هو هذا الشعور حتى احنا ما حسيناه. العرب عاصم موج لا تعاصم هواء. خلاص ما بقول لك شنو خطتي بس تذكر اسمها. نبي نكتشف بطل قوي اللي بيفوز اليوم على ذي الجو معناته سوبر مو بس بطل. ما عمره ما يفوز. خطة الفوز تختلف بين سباق وسباق. لا ما حد خلاني. أنا فرضت إني أفرق. يا هي قادي على شبشب ظليم. تفيحي الحديث ولا زاد روعة. جاء وقت العتيب واستخف زاد روعة. واستخاف. النقد أو المدح شنو المحرك الأقوى بينهم؟ العزيمة أو اليأس؟ الخطأ أو الصح؟ شنو هو المحرك الأهم؟ الشغف أو الواجب؟ المسؤولية أو الالتزام؟ شنو هو المحرك الأهم؟ الموتى الأحياء. كلمة سمعتوها مني وزعلت وايد ناس، بس شنو هو المحرك الأهم؟ الفعل أو الكلام؟ الرأي أو الواقع؟ الحقيقة أو الوهم؟ الحاضر أو المستقبل؟ النتيجة أو البناء؟ في النهاية كل شيء يحتاج مجهود وكل شيء يحتاج صبر. الصبر مفتاح الفرج. كلام وايد أقوله عن هالسباق، كان عندي وايد تساؤلات. كنت أقول هل فعلا ديكستر يقدر يفوز؟ هل فعلا سمو الشيخ ناصر واثق منه؟ هل راح نشوف بطل جديد؟ شنو اللي قاعد يصير؟ أنا في مؤشرات أبي أقراها وأبي أجربها في السباق. إحنا نعرف أن كأس الملك أغلى الكؤوس عندنا، صح. ولكن لأنه جاء أسبوع قبل كأس العالم فاستخدمناه كمحطة تجارب. وعرف تبون تفاصيل التجربة وتفاصيل السباق، بس بتيكم قريب، لأن اللي صار أمس في سباق الأهالي يحتاج تحليل. اللي بيشوفون السباقات اللي مرت علينا يقولون لك أول شيء، أنا عارف ردك بس يعني أبي الناس تسمع، يقول لك أول شيء ما تعلمت من اللي طاف، لو زلت تتخذ نفس القرارات وباتم من الشيء، لأن أنا ما سويت شيء غلط، يعني حتى اللي طاف لو كان في غلط أنت تعرفين أن أنا واقعي 100% بتعلم من الغلط وبعدله، بس السباق اللي طاف ما صار فيه أي غلط بالنسبة لي، فما ليش أنا أخاف؟ مو تخاف إذا أنت عندك حصان قوي واثق منه لهالدرجة، في كاس ملك اليوم إنزين، وعندك يعني جيش وراك من اللي مشاركين. أنا ما أقول لك إن في منهم اليوم حصان مميز وملفت ممكن أنت تخاف منه ولا تحط عليه البال، أنا عندي فرس معاهم بعد، عندي راس ثاني معاهم تشيلك نفس ما هاي يشيلك؟ إن شاء الله أفضل، لأنها أكبر منه في العمر. صح هاي الفرس اللي هي حاليا في المركز الثالث شمال جاتها إصابة قبل وقت طويل وريحتها سنة كاملة، وهالسنة ردت سوت 1 ستار الحمد لله أمورها زينة، ابنها كاس شيخ خالد، راحت على سرعة بسيطة كملت السباق، جات ورا يمكن 16 17، واليوم إن شاء الله أنها هي جاهزة. من اللي موجودين تحس يستاهل اسمه ان احنا نذكره، يعني يستاهل اليوم ينذكر؟ والله ما يعني يمكن ما تصدقيني، والله ما ادري، ما اعرف الا الحصان اللي ثاني حاليا معانا، حصان اسطبل انجاز، اي حصان طيب، وبعد يعني ما اعرف عنه شنو راكض قبل شو مسوي، ما اعرف. يستاهل انه هو ينذكر؟ والله حصان طيب نعم، وكفايه كونهم هم الحين مرحلتين موجودين معانا يستاهلون. إذا أنت بتقول لي حصان ممكن هو يعني نذكره ويستاهل إنه هو ينذكر، بقول لك لازم يعني نعطيه نسبة 80% وفوق. تقدر تعطيه 80% وفوق؟ والله ما أعرف شنو وضعه بالضبط عشان أغير، والله ما أعرف، يعني لو أعرف بتكلم بكل صراحة، ما أعرف شنو وضع الحصان، شنو جاهزيته، كل شيء أعرف بس كله يسوي شنو سباقاته ما أعرف والله. وقلت لك حصاني نفسي حصاني صغير في العمر. بتعطيه 80% يعني وفوق ولا بتعطيه اقل؟ اي هو حصانك؟ لا بعطيه يعني عشان ما جامله وانصدم بعطيه 90 85 يعني يسوى نذكر، لان حصاني انا اقول لك اللي هو اول واحد الحين. وصح فوكسي طلع اول واحد، بس ما اعرف من اللي نشوفه منه بنقول يقدر يواصل ويكمل السباق؟ يعني كمؤشرات إذا مشى السباق نفس ما هو لحد الحين إن شاء الله إن خيلنا هي الأفضل وبيكمل مثل ما هو إن شاء الله. شوف كشكل أنت تعرفين الخيل اليوم لو تشوفين أشكالهم الحين برا، أنا للحين تصدق ما شفتهم، بتقولين الحصان تعبان لما يعرفه يشوفه، يعني لو أنا مثلا هاي مو بحصاني بشوفه وعندي حصان وراه ما بحركه له، لأن شكله ما يعطيك شيء انه فيق، وهو كذي شكله. انت شفته اللون ولا ما شفته للحين؟ هو شكله الحصان ما يفتكره، يعني ما كنا في السباق ذي وضعه هو يشوف روحه في الاسطبل. هذولين اللي يخوفوننا احنا عاده، اللي ما تعرف لهم. هو كذي، هو ما يعطيك اي مؤشر، هو يركض براحته، ما ينشغل بالخيل. بس اسمه يخرع، اسمه فوكسي. ان شاء الله يكون لصالحنا، يعني ذكاء لصالحه مو بضدنا. واضح أن ذكاء فوكسي مو بلصالح الأصايل، واستبعد من بعد هالمرحلة من السباق. هو علق في حصان فهد أول مرة يتجرب على سرعة، وحصار يعني قلت حق عبد الله زين والله العظيم قبل لا يطلع ما تخاف عبد الله من اللي سويته الحين يعني اللي يخاف ما عمره ما يقول معلش بس يعني شوي مخيف اليوم يعني ظروف السباق الجو مو مساعد الجو وايد صعب الصراحه يعني الخيل كأنها تركض دبل بسرعه بالضبط فمن شي اقول لك يعني ما تخاف من هاي اللي سويته نبي نكتشف بطل قوي اللي بيفوز اليوم على ذي الجو معناته سوبر مو بس بطل شنو تبي تكتشف فيه بالضبط؟ يعني او شنو هاي شنو شفت في هاي الحصان احنا ما قاعدين نشوفه انت يقولي لي اذا حصان الحين خذ له هذه تقريبا ثالث موسم له في البحرين متى نجربه اذا ما جربناه الحين مو سالفه سوى 1 ستار وسوى 2 ستار لين متى نخليه؟ شو المفروض نسوي معه؟ انا اقول يعني انا قضيتي ما كانت يتجرب او ما يتجرب كان قضيتي انه هو كاس ملك وجود الاسطبلات المهمه فيه جدا مهم النتائج فيه جدا مهمه تبي تجرب حصان جربه في سباق اخر في شيء اخر مو في كاس ملك انت تبي تحقق نتيجه فيه فقط هاي اللوم الوحيد اللي عندي وخصوصا وضع السباق وظروف السباق يمكن ما كان فوكسي حزتها يحتاج انه هو يعني يفرق هالكثر ويعقب المرحله الثالثه ويعلق قلبه عرفت؟ واقول لك الحين انت بعد عبد الله يمكن تفكيره ما بتفكيره قول لي يعني انت لو مكانه بتسوي نفس الشيء؟ انا يمكن اذا بسوي ليش؟ السباق بالذات ما بسوي نفسه هو لا هو عنده حصان قدام وعنده الفرس والفرس مأمن عليها صح هاي الفرس اللي هي حاليا في المركز الثالث شمال جاتها اصابه قبل وقت طويل وريحتها سنه كامله وهالسنه رده سوت 1 ستار الحمد لله امورها زينه يبناها كاس شيخ خالد راحت على سرعه بسيطه كملت السباق جات ورا يمكن 16 17 واليوم ان شاء الله انها هي جاهزه هي يمكن قد تكون جاهزه وقد تكون لا في كل الاحوال استبعدوها مثل ما استبعدوا الابوي حق انجاز ما كان في اي مبرر حق استبعاده وعلى فكره الحصان اجتاز وطلع من الفحص والله هو اللي صار شيء غريب يعني احنا نحترم راي اللجنه بس كنا مدربين خيلنا الخيل حصاني وفرس الاصايل 100% ما كان فيهم شيء وفي النهايه قرار اللجنه ونحترمه ما نقدر نغير شيء شنو كان بالضبط ايش صار والله ما ندري يعني احنا خلصتوا الثالثه؟ انا حصاني اي خلصنا الثالثه فحص اول ايه والدكتور قال له قال لي باص من الفحص الاول باس اي قال لي باص لحد ما طلعنا من الفحص قال يا الحكم اللي يقول لي رد الحصان قلت له ليش انا ارده؟ قال لي لا انا ابي اعيد له انا حكم وبعيد له تروت ودينا تروت اول مره ورد قال لي وده مره ثانيه ثلاث مرات والحصان كان 100% ما في شيء ونفس ما قلت لك بالنهايه اللجنه اذا قالت شيء ما نقدر نغير شيء يعني. وبس والله استبعدوا الحصان ويات فرس الاصايل ونفس الشيء. بس الفرس يعني ما خلوها تطلع. سووا لها ريتروت اول ما خلصت التروت، سووا لها ريتروت وطلعوها على طول. فبس هذه النقطه ولا بالعكس يعني احنا الحمد لله ناس لنا الحين لنا سنين في هاي الرياضه وهذه الظروف لازم نتحملها. مشكلة يعني اللي خذ هاي القرار ما خذ بعين الاعتبار التعب اللي احنا تعبناه والصبر لأن نوصل الفرس حق هالحالة في ذي اليوم. فشيء غريب صراحة. أنا ما سمعت عنه. ما أعرفهم من أمس؟ لا. الحالتين أي حالة ما تمر على البريزيدنت. أنا كبريزيدنت وما جتني شكوى رسمية بيهم. أنا ما أقدر أفتي فيها بس أنا أعطيش القانون والإجراء المتبع أي خيل يجي من المراحل أي مرحلة من المراحل ما نقولش المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أولاً يبدأ التبريد هنا منطقة واضح عارفين إحنا الطريقة عارفينها لكن الخطأ إذا كان فادح لهالدرجة المفروض أنه أو مثلاً الأخطاء متكررة يطلع واحد يمثل لجنة التحكيم يتكلم يقول شنو الاسباب، يوضح لنا القواعد اللي احنا مو فاهمينها للحين. الحين تتكلمين عن حالات انا ما يتني اي خلفيه عنها. انا ما اقدر ابدع في شغله، انا هالحاله ما حد يعني قدم لي شكوى رسميه فيهم. سالتوه امس لما صار الاستبعاد؟ لا والله ما سالنا ولا يعني بس قال لكم اوت وخلاص مشيتوا؟ ما يعني حكيتنا شو نقول، احنا نعرف راسنا نشوف 100%. ما قلتوا لنا ما فيها شيء يعني وضح لنا شنو صار؟ لا والله بس سالنا الدكتور اللي طلع الفرس والبان الثلاثه الدكاتره، قلنا لهم بما ان الفرس تضلع فيدونا، قولوا لنا الفرس وين مشكلته، من وين قاعده تضلع؟ انزين للاسف ما جاوبونا، ما قالوا لنا شيء، قالوا لنا خلاص ان الفرس مستبعده ومشينا. جباري توضح لهم انه شنو اللي شنو بالضبط؟ نعم اللي نعم توضح لهم من اي جهه لين؟ اي من اي جهه، من اي جهه لو هو سال لازم يوضح له، لازم يوضح له، لان هو اصلا ليش سوى له لجنه مثلا؟ لانه عنده عرج ولازم يشرح له العرض، يمكن هذا القيل يبغى له علاج، تودى العياده، وكيف يتودى العلاج؟ اذا مثلا البي ار اللي هو البيرسون ريسبونسبل المدرب او الاونر او ما عنده خلفيه عنه، بتودي العياده ليش؟ لازم يكون عارف عن حاله خيله. فراسنا احنا عارفينها انه ما فيها شيء. خذنا الفرس وطلعنا وشفنا الموضوع متكرر، نفس الشيء صار مع انجاز. يعني ما كان في شيء في الفحص؟ ما في شيء للحصان. متأكد. لأن الضغطة اللي ضغطها عشان تلحق على حصان الأصايل لو في شيء نتفه، لو في شيء نتفه بس ما بأزعل ولا بتضايق. لأن نفس ما نتقبل الفوز لازم نتقبل الخسارة. لو في شيء بسيط كان أنا ما بتكلم. في النهاية قلت لك أنا قرار اللجنة لو شو تقول؟ لو الواحد مظلوم ذا اللجنة قالت له أوت بس خلاص. وين إثبات هالكلام؟ وين إثبات؟ إثبات أقوالهم. لا أنت ما تمشي على أقوالك. شوفي هني في الرياضة الفروسية بالذات أي رياضة في ويتنس. الويتنس منو؟ اللي هم الاوفيشلز او اي واحد. اذا عندك اثبات مثلا فيديو اجراء فيديو مثلا فيديو معين يكون هذا الاثبات. اما انا اجي مثلا افتي على شغله ما اقدر افتش، ما عندي اثبات شخصي. بس في هاي الحالات ما يقدرون انهم ما يقدمون شكوى. لا يقدمون شكوى للجراند جوري بريزل. انا ما يتني يقدمون شكوى للبريزل جراند جوري، ولما يقدمونها لازم في الحال، لانه يعني بينطلقون حق المرحله اللي عقب. نعم. ويتم اتخاذ الاجراء والهاي في نفس الوقت. ما يتني اي شكوى ما تخذ. لا بس اقصد كاجراء متابعه، كاجراء اذا في حاله في نوعين ما تقدر تقدمي على الليملس هو العرج ما تقدم عليها. لا ما تتقدم، لا هذه موجوده في القانون اللي صار في لجنه ما تقدم عليها. وإذا ما كان في لجنة؟ إذا ما كان في لجنة، إذا كان قرار شخصي، قرار شخصي يلجأ إلي أنا ككتاب رسمي، أنا أخذ اللجنة من عندي. شلون كتاب رسمي في نفس الوقت قبل انطلاق المرحلة؟ يصير قدام رسمي، أنا بدرس الحالة في خلال 5 دقائق، في خلال 5 دقائق أتخذ قرار. أوكي في نفس الوقت يعني؟ نفس الوقت. أوكي. إذا أنا أخرته أنا أرجع له ال5 دقائق ماله. إذا هو حق عنده أنا أرجع له ال5 بس ما يعني شيء رسمي أنا ما أقدر أفتح الموضوع. ويمكن كلامه صح، بس نفس الوقت اللي وصلني أن اللجنة عندها علم باللي صار، واللي بيصير الحين ما أعتقد غريب. التاسع إلى الثاني تدريبنا الثاني إنجاز ما قصروا، الله يوفقهم. صقر صقر جتنا على الهواء، جتنا على الهواء. ما يجي البوج يرتع بناموس، والله يا صاحبي يحام عليه. طيب الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. بس اذا الفرسيات قريت يعني تفقع، اخاف قد صقر الفرس لان تخاف فرسنا. اذا قدرتوا منا نروح كيفكم، خلي العيال يسوون اللي بيسوون. تكفى يا خالد تكفى، حاول اقرب لنا صاير، حاول. حلاوه يا انجاز، حلاوه يا انجاز. هاي الثاني حبيبي، هاي الثاني. يقول يدهقوني في دواليب وعيايه عج، يحسبوني رعراعه، يطبع لي كرف شراعه، ما يشوفون العقل تارسات حنون. وجهاتهم الزرقاء. عطنا قصيده يا خليفه، عطنا قصيده. عطنا قصيده يا خليفه، يا شيخ الشيوخ، يلا عطنا. يا شيخ الشيوخ بشعلان، عندك صليب الرايب ما تستشير. تسعين سيف الطاي سد بشومان. خلى العجلات السبايا ذخيره. الله يشهد لي السيف. يشهد لي السيف. ويشهد بفعلي. منتقم في الجزيره. وكريا حراره وزحيا حضاره. والفاتح ما. والفاتح ما يتضارى والعدو. لا ما في عدو ان شاء الله، كلهم رابع واخوه. هذه خليفه الثالث وصاح صيحنا وياه من الفرحه قل هجم علي السرور فابكاني يستاهلون انجاز. واللي شلون جبت المركز الاول؟ اشرح لي. والله صراحه اشرح لي وفهمني وحلل لي. صراحه يعني احنا شوفي تفاجئنا باشياء طيبه واستبشارات طيبه في كاس جلاله الملك. يعني الله يطول اعمار الشيوخ ما قصروا، بيظلوا لهم الجوائز عندك لين 30. صح. فهي من يعني كل واحد واهدافه. انا عندي خيل اليوم جايه اليوم مشاركه في السباق عشان الجوائز وعشان النقاط. بس ما لهم شغل في المنافسه. أوكي. عندي 7. اثنين منهم اللي جاهزين خليتهم في المنافسه. 5 مو بمطلوب منهم اي شيء غير انهم يلعبون على الجوائز والنقاط بس. اوكي. فشوف ما قصروا الله يطول اعمارهم. يعني هاي شيء حلو، صارت اهداف متعدده، شيء منهم يا حق الجوائز، شيء جاي حق النقاط، شيء جاي ينافس، كل حصان على حسب قدراته. انا اليوم جايب يعني عندي كم راس في الوضع الاولي كنت ما بشارك فيهم. بخليهم في الاسطبل لان مو بجاهزين ينافسون. ما اقدر اجيب الا اللي ينافس. اليوم لا عندي اهداف متعدده. اللي يقدر ينافس خليته في المنافسه، اللي ما يقدر ينافس ما ظلمته ولا ظلمت نفسي، يروح يكمل ويفيد الاسطبل ويعدل امور الاسطبل. يعني وهذه اعتقد من اغلى السباقات على قلوب الجميع، مو علي انا بس، اقصد على الجميع. اهم يوم شيخ خطير ذي كاس الملك. شيء صراحه يعني اللي يدشه يعتبر نفسه ماري انا افوز ما افوز. لو عنده شنو بطل؟ عنده خوف، عنده اكيد خوف مو طبيعي. صح. وتجي تفاجئين يعني بطوله مثل هذه. وانا ما كنت حتى اتابع الحصان، كنت اتابع عندي ناس ثانيه اتابعهم. زين. ولكن الرجال اللي كانوا هم اللي قاعد يقيدون الحصان صراحه، والتعليمات موجوده والاتصالات وياهم. والناس تجيني في الرود تقول لي علي كل حصان ترى في الرابع، المركز الرابع. بعد شوي يتصلون لي يقولوا علي ترك الحصان في المركز الاول. خلوني صراحه اني مستحيل اني اجرب الحصان انا. خوف لان في جيت قعدت هني واتابع من بعيد، ما ابغى اجرب الحصان صراحه. والله مو طبيعي، انا ذي نفسيتي مو طبيعيه صار. الناس يعني عم تروح قلت لا لا ما مستحيل، خوف يملكني من فوق لتحت. بس الرجال اللي كانوا مع الحصان كانوا قد المسؤوليه، قادوا الحصان قيد طبيعي، يعني اعطوه كل ما هو مطلوب منه. هناك رجال معاي كانوا وراء الكواليس واشكرهم على منبركم صراحه. اخوي عبد الله الخاطري، محمد الخاطري، هم ذلين اسباب لي في الفوز. يقبل كل شيء ارزاق من رب العالمين، لكن في ناس لحد اليوم لهم سنين في الرياضه، ويمكن هاي ذكاء منهم، يمكن احنا هاي شيء غافلين عنه. في ناس لين اليوم كل سباقتي تلعب على اخطاء المنافسين وتفوز. صح. ففي ناس جزء من خطتهم اخطاء المنافسين. صح. انت ما تقدرين تقولين ان هاي صدفه، هو راهن على اخطاء المنافسين. انه صار ما صار، تبقى جرأه منه ذي، انه هو حافظ على خيله لين النهايه ولعب على اخطاء المنافسين. ف القضية مو بقضية فوز الصدفة. الموضوع اللي احنا نتكلم عنه مثل ما قلت لك، علامات الاستفهام اللي لين الحين مو بقارين نفهمها، هذه القضية. ولا فوز الصدفة لو طلعوا اللي فاز صدفة بي اللي وراه بيفوز، فهذه هاي الامر طبيعي. في ناس تراهن على اخطاء المنافسين، فامر طبيعي ذي. شوف الصراحة ان انا اشوف اسم اسطبل الزعامة الاول في كاس الملك، يعني شيء فرحني شخصيا. اشكرك والله، اشكرك. استانست وايد. جزاك الله خير. واستانست انه يعني كان غير متوقع. واقدر اقول يعني اكتشفت بطل في مستوى ونوعيه هاي السباق. الحصان مو سهل شيخ، حصان طيب بارك الله. حصان طيب. هو اللي عطانا الفرصه هذه العوده. وانا اقول لك خيل وايد مظلومه فيه. الحوافز لما تكون موجوده، ليش ما كنت معجج انا؟ الحوافز لما تكون موجوده تخليك شوي تقدر الناس كلها لا الناس يعني كلها اللي ممكن تتجرأ تسويه ممكن تسويه اسويه صدقيني. اي اكيد اسويه. الزعامه من وين طلعوا؟ الزعامه كانوا ورانا بس ولا كانوا يعني انت سهل فيهم، يعني كانوا في التوب 5 ولا في التوب 4 يعني الاربعه الاوائل هلون ورانا يمشون واستبعدونا هما وصار الحظ لهم يعني انه يصيرون الاول هما. بس ما بيننا وبينهم كان تقريبا ربع ساعه يعني كنا الرابع. ايوه هم الثلاثه ذلين وساكين يعني هم اللي كانوا يعني اللي طاحوا قدام وصار. وهاي ظروف السباقات تختي هدى. بالضبط. احنا لا تقول حق الاول انت الاول ولا تقول حق الاخير انت الاخير. صح. وهذه الاحداث صارت معانا الشيخه. يا ما كنا اخر ناس كنت اخر واحد زين، لكن ظروف السباق نعرف وسلسله السباقات. جينا الثلاث اخذنا سياره في كاس سيدي صاحب اسمه الشيخ ناصر بن حمد، كنا اخر ناس. تقدمنا رحنا طاح يطيح هذا يطيح، قال ترى دشتني وما والله ما اعرف مركزي كم. اللي قلت الثالث، الظروف تحكي امس. انا بس يعني ابي احاول افهم عشان اعرف ابني على الاداء اللي انتم بتسوونه في السباقات اللي بتجي. حلو؟ نعم. امس كان فوز صدفه. نعم. مبني على الظروف اللي صارت. نعم. ولا كان فوز استغلال فرصة؟ في فرق بين الاثنين. شوفي كنت والله النية اني ادخل اكون هذا او امانة يعني كنت ادخل الحصان انا يعني تقريبا اقول لك ما ابغى ادش ابغى ادش توب 10 باي طريقة يعني نكون في توب 10 وبعد نبي افضل شوية. يعني والحصان احنا كلنا ثقه في الحصان من صحته من جسمانيته من لياقته من بما انه كان مو كان جاهز حق البطوله هذه كنا احنا نعده حق سيسون والتمارين كانت قليله لكن عندنا ثقه كبيره في الحصان. لو ثقتك كانت كبيره في الحصان ثقتنا وايد في الحصان قبل السباق والله كنت بتجاجمه اكثر باي اكيد. ما كنت بتخاف؟ لا ما بخاف. الحصان وايد ثقه عندي فيه وايد عندي ثقه في الحصان. يوم كان قال لي المركز الرابع بعد قلنا بيروح الحصان ترى بعد بيروح قدام بس خلت يظهر الاخيره ونشوف احنا وين مركزنا. ظهر الاخير ولا اول ضغطنا شوي بس عشان نسوي الفارق جودنا البيت. هم ما يزيدون احنا نزيد شوي، يقصرون احنا نقصر شوي. الحمد لله. ما توقعت دروينه تاخذ المركز الثاني؟ لا انا توقعت. ليش؟ لان دروينه عارفه عادل انا من يوم كانت في الاصايل. كفو والله كفو. صبروا عليها ما شاء الله الجماعه وجهزوها وهذه فرس تحب اللي يحترمها تقدر اللي يحترمها. الجماعه صبروا عليها الحين كم لها ما اعرف يمكن سنه ونص او سنتين صبروا عليها وعطتهم اللي يستاهلونه ما شاء الله. امس جايه متراهيه الفرس يعني فيها مخزون ما شاء الله فيها تركض حتى 160 كانت. ان شاء الله الله يوفقهم وياها وتصمد لاخر سباق. اخر سباق الفرق بينك وبين دروينه 10 دقائق. 10 دقائق فاقول لك 10 دقائق مو شوي. مو شوي 5 دقائق مو شوي 3 دقائق مو بشوي 10 دقائق 10 دقائق مو سهله. وعقبهم بثلاث دقائق وصلتوا انتوا. دروينه لان من بدايه الريس ما راحت انها تنضغط. لا دروينه اتوقع الفاتح ما يضغطون هاي قاعده يعني قاعده عندهم ما يضغطون. لا مو باللي ما يضغطون كان شفنا طارق الرئيس اللي طاف ما كان ما كان وراه السنه وكلامك عادل بس السنه والوضع مختلف ويا الفوز. لا طارق سلامتك كان وراه يعني ما كان من المجموعه الاماميه. مو بشرط انا ان اكون امشي من ويا المجموعه. لا مو بشرط امشي مع المجموعه عشان انا افوز. يمكن هو عنده قلب زين وبس اشوف المجموعه وامشي وراهم وادخل عليهم في القلب العب على اغلاط الناس. مو بشرط اني انا اضغط من البدايه وامشي مع الجروب عشان انا هو ما كان ورا يعني شوفي الافرج ماله يتكلم. ايوه 21 لا تحكي عن طارق، انا مدري انه ما يضغط. طارق انا اتحكى عن دروينه. بنشوفه في كاس ابو شيخ ناصر معنا ان شاء الله. بتشوفين الاحسن بعد ان شاء الله. بشوفه في كاس ابو شيخ ناصر ولا بتنظرون عليه؟ بتشوفينه ان شاء الله. اي خليه، وانا اصبر على بطل صراحه. ابي اشوفه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله شفته لانه بعيني امس، وابي اشوفه مره ثانيه ان شاء الله. بتشوفينه ان شاء الله. ان شاء الله. يا تستاهلون والله صدق، تستاهلون. هذه احلى فرحه بحياتي، وهاي بنت وسام على عمري كله اني انا يوم من الايام اركب المنصه واخذ الكاس زي اللي صار جلاله الملك حفظه الله. وهذا الشيء شرف لا انساه، مستحيل. المطالبات بتزيد الحين، لا تستانس وايد. قبل مخشوش اكيد اكيد، ما ندري عنك. ما ندورك. ما ندورونك الحين، ان شاء الله يدورون حسب. احنا موجودين كلنا هني بهدف واحد، ان احنا نطور الرياضه ونوصلها لمستوى اللي يعني تعرفين نطمح له. فبالعكس قدر الله ما شاء فعل، واحنا بني السباق الجاي اقوى، وخلاص امس خلص. فكنا علامه الاستفهام للاسف موجوده، مو بعارفين. ونفسها علامه الاستفهام موجوده على مورلينو في سباق الجونيور. أنا قلت علامة الاستفهام على مورلينو لأنه فعلاً في السباق كان اللي هو المؤهل اللي صدق يفوز اليوم مورلينو. إيه، ف يعني صار شيء مو في يدنا ولا في يدنا ولا أحد. شنو صار؟ تعب الحصان قبل السباق. هو كان تعبان قبل السباق، بس دشينا في هاي الحصان حسينا إن أموره طيبة، بس حسينا إن الحصان ترى وايد ضعفان وفي مشاكل من داخل. فاليوم وايد تعب وطاح الحصان، طاح في الروضه. فهذا الشيء يخلينا مورلينو والله ولا الله كاتب لنا نشوفه. حصل بيطلع اول، بينطلق اول، كان ثاني. بس حالف الحظ، السكريات نزلت عنده وطاح. صار هبوط. يعني كل ما نبي نشوف مورلينو يعني يصير شيء، إن الحمد لله رب العالمين. بس انه يعني اتوقع اذا ما خاب ظني ان مورلينو هو كان اللي يعني حق سباق اليوم بالضبط. وانا متفائل فيه من قبل الريس، يمكن باسبوعين ثلاث اسابيع انا متفائل ان الحصان بيسوي شيء. يعني ما بيطلع من الريس الا ماخذ سيف، لكن ما حلف الحظ اليوم. صح الكلام اللي يقوله. اي لأن تعرف الفرسان مهم وايد بالنسبة لهم كاس الملك. صح. وطول السنة يشتغلون، علشان عرفنا أنتم تشتغلون عشان كاس الملك. اليوم أنا أحس إنه هو خيرة صدني ذا الشيء، لأن الحصان ترى أقول لك إياها في مشاكل من داخل. أي. فأنا أقول إن هالشيء خيرة صار، إن الحصان لو إحنا جبناه ريس ثاني سوينا له يعني رستارت مرة ثانية، زين خليناه يريح زيادة. أيه. وترد عافيته، احس انه بيكون مؤهل اكثر حق يعني اذا اليوم ناصر. إيه يعني اذا اليوم كان مؤهل 100%، السباق الثاني ان شاء الله بيكون 200%. زين خلنا من مورلينو، خلنا في الباقيين اللي موجودين في السباق. يعني اعرف انه يمكن هم مو افضل الخيل اللي انتم كنتوا تبونهم انه يعني او تعتمدون عليهم حق كاس الملك اليوم، بس اذا بني نقارنهم بالبقيه اللي موجودين يعني ما بقول لك كفه الباقي وايد عاليه صراحه. هو شوفي احنا خيلنا هذولين كلهم زين حاليا، انت اعطيني واحد بطل راكض من قبل وتحسين ان هذولين كل الناس بتراشها، احس ما في بالضبط. فاحنا اليوم داشين هاي الريس حاسين احنا واضحين في خيلنا في المفاهيم والتمارين، بس انه كاسماء من قبل لا. يعني انا اكون وياك واقف انه ما في اسماء قويه اليوم. لا بس انا اقول لك اياها، ترى الخيل يعني مو بالساهل بيسوون شيء. يعني احنا جايين بطاقه الملك، مستحيل ان احنا بنحاول بس فقط. كان ودي اقول اليوم عبد الحق وشمس بيكونون في المنافسه بعد من اللي شفناه منهم هالموسم، بس شمس لا اظن متاخره. متاخره؟ ايه بسمع اخره وايد انه يعني شلون وضعه؟ ما يعني تقريبا نص ساعة يعني مو في السباق؟ لا لا أيه. بس اذا انت حكيت عن شمس زين؟ ايه شمس تحسين بيأدي اليوم لو ركض؟ لا ابدا ريسين ابدا بسرعة الريس الثالث ذي يعني اي اسطبل ثاني عبد الحق ما تعرفين شنو مخططاته هو ايش يبي يسوي هو اولى في حصانه يعرف شو يسوي له بس انه سرعه ريسين ورا بعض الثالثه فما حد ترى اليوم حتى لو دش هو راح جدلون احس ما حد بيحط له البول لانه لا لا امس لا لا شوفي امس انا الحصان اللي كنت ماشي المحلي كنا مركزين عليه المحلي مع المحلي اللي هو واللي شرد في البنيه شو السي هذا؟ مال شو السي؟ انزين قلت كنا مركزين عليه شرد هذا اللي خربط اوراقنا كلها اما باليرمو وشمس، شمس حتى السباقين يعني لازم نذبحها مسكين نفس سباق امس، فلازم امس تاهيلي حق كاس العالم في بطوله الجينيور في الشهر 9 دخلين عليه احنا ما تشوفي سلطان على ساعه بقول لك كنت ليش تحتاج الدخله امس؟ يعني انا حسيت ان وجود شمس امس ما كان له معنى لا لان ظروف سباقات عندك في البحرين ما يمديك ما يمديك شنو؟ ما يمديك ان شهر سباقات تو الناس وهو تو راكب سباقين لا بس انطري عنده وقت محدد ما عندك وايد سباقات تقدري وقت محدد وبين السباق راجع القوانين جديده لازم الحصان بين فتره السباق والسباق كم شهر والانطري متى شهر 9 انت بطوله العالم متى شهر 7 لازم ينسك انت بالنسبه لك وايد بعيد احنا بالنسبه لنا وايد قريب في الرياضه في كل الاحوال شمس من بعد هالمرحله استبعد لا امس الاستبعاد استبعدوا قسما بالله ما ادري ما يطابوا لك الحصان في ال 50 ما يطابوا لك الحصان ما يرتفع 120 ينزل جسمه راه غريبه بعد القرارات من الحكام وراي على ساعه يعني عشان يتاهل عليه الريال انا راكبه من قبل يصير عنده مرتين خلاص متاهل فبنحاول وبعد بنرده بنحاول وياه في كاس الشيخ ناصر ومثل ما عبد الحق بيحاول الفرسان اكيد بعد بيحاولون مع طارق من بعد ما استبعد طارق هذه انا ما كلمتك انا قلت الشيخه هي اللي ماشيه حصان ما شاء الله عليه تمارين في كل شيء ولا مره انضغط كان فاهم تمارين كل شيء حصان بطل فان شاء الله اليوم باذن الله انه يومه ان شاء الله انه يكون يوم طارق باذن الله انا قلت لك عندي شك على الافرج سبيد اللي صار في المرحله الاولى والثانيه يعني تقريبا 26 عندي شك شوي ولان شكي كان في محله لازم الحين نعرف ايش كثر بيوصلون هو شوفي او لين متى بيقدرون يحافظون على هاي الافرج سبيد لان هم متى ما نزل الافرج سبيد مالهم وانا مو متاكده اذا فيكتوريوس يعني بيخفون ولا متاكده ان الزعيم بيخفون فما بقدر اعرف شوفي انا مو عالم الغيب بس انا احس اليوم عامل يعني الجو اي واحد بيزيد الثالثه بيدفع الثمن الخير فاليتو ما اعرف اذا المتوسط اللي هو عاده يسويه مناسب حق اللي صار اليوم فليتو شيكناه احنا افتتاح الموسم حصان ممتاز يعني انه هو يا خامس ما كان بسيط وكان اول مركض له من احنا استلمنا الحصان فمن عقب ما راح ل 120 تفهم في الاسطبل حسينا الحصان هالمره بيأدي الحصان انا اقول لك في التراك ماشي وحش بس مشكلته اليوم الجو ما ساعده يعني تشوف اعلامي ينشر يطلع برا يعني انا اقول لك انا يمكن ما ضمن الاخير يسوي شيء لان اول مرحلتين طلع اللي في شابله يمكن كله صح انا ما اعرف بس انا اقول لك ان الحصان حصان قوي بس في شيء بسيط وايد بسيط ان الحصان لو يتعلم انه يكون راكد وشوي خبره بطل قادم باذن الله يمكن انا وانت الحين قلنا بساعه انه صعب نذكر اسم اليوم او نقول هو بيكون بطل هاي السباق حلو بس من ضمن المجموعه اللي موجوده سواء من الفرسان ولا من الزعيم ولا من فيكتوريوس من اللي على الاقل يستحق ان احنا نذكره يستاهل والله شوفي انا ما اقدر اتكلم عن خيلنا الصراحه، انا ما يمكن أنا يعني اروح نصوبهم بس ما بضحك يعني. انتم حتى الان ما في احد منكم يستحق نذكره. اي ما خلاص خليهم هاللون. اي اي فانا اقول لك ان باليرمو زين، باليرمو انا وياه عارف باليرمو يعني من الخيل الخبره اللي عندنا وبطل ونحبه وشايفين اداءه، بس نسبة الثقة فيه كم تعطيه؟ 60. باليرمو اي اللي احنا نعرفه بالضبط تعطيه 60، فانت اليوم الحصان اللي تحس انه هو يستاهل انه هو ينذكر لازم تعطيه 80 فما فوق. في ذي الريس ما اعطيك الصراحة ولا احد يستاهل 80 ورايح؟ للأمانة. يان زين ما يستحق لا؟ ما اعرف في ال 160 انا شفته الحصان يعني، بس في ال 120 السرعه تتغير، افرج سبيد كم بيمشون غير عن ال 160. هو اللي سواه في العيد الوطني الصراحه انا ما اتذكر اللي سواه في العيد الوطني، بس انا احس انه سوى اداء وايد طيب، بس انا ما لاحظت الشيء. بس انا اذا بعطي سفيان مال هاي الافرج اللي قاعد يصير اليوم فقط، فانا لو بقارنه مثلا بخيلكم بقول اي سفيان افرج تشيك ممتاز بالضبط. إيه؟ يعني انا اقول لك اياها اذا بعطي سفيان بعطي صراحه. مرلت انا اقول لك اياها حصان بطل، بس الامتار الاخيره ما تعرفين اذا هاي الحصان بيسويها ولا لا. صح، بس انا احس انه هو راح الريس اللي قبله ونخذه لاخر شيء. صح، الريس هذه يمكن خلاص هاي يمكن البوينت الناقص عندك يتكمل اليوم. ايوه يكمل الريس اللي طاف. ايه فاليوم لياقته احس 100% بتكون. شفته في الروت؟ حتى انا سفيان انا اعطيه زين، انا اعطي سفيان اقوى من افضل منه. افضل منه عرف سفيان يعني صعب بعد تقارنه لا؟ ما صح هي، بس انه انا اقول لك يعني بس ترى اليوم احس العين ترى كلها على مارلت، ولان العين على مارلت شيء اكيد هذا اللي بنشوفه الحين. اللي صار في السباق امس يمكن روان مش كثر مارلت كان فارق عن البقيه اللي شاركوا امس. صح وكان اتوقع ان هاي كان مستوى اخر حق مارلت. يعني والله بقول لك شيء واحد. شوف السباق افكار صعب توقعين شيخ ناصر ايش بيسوي وصعب توقعيني ايش بيسوي. توقعت انه هو بيفرق ويا مارلت هالكثر امس؟ ايه لا احنا الحين مارلت كم صار بينه وبين 4 دقائق من بيلانتي صح؟ صح، ما كنت متوقع صراحه انه بيفرق عليه ب4 دقائق بهالكثره قبل البيلانتي ما كنت متوقع. كنت متوقع ان باليرمو عارفه قلبه زين بيدش وياه بيطلع وياه. صح، وفي النهايه المراحل المرحله الاخيره بتحسمها. صح، اللي بيكون في قوته بيحسمها، هذا اللي كنت متوقع. لكن عقب البيلنتي لا خلاص على راحتنا، حتى ما طلعنا في وقتنا. يوم احنا طالعين من الفحص تعرف ايش صار؟ المال البلوك طلعوا لك وقالوا لك تعال نتشيكوك الحين البلوك. انت في الحين لحظه وخذوا من وقتنا 9 دقائق، احنا نطلع 42 طلعنا فيه. كم؟ خذوا من وقتنا يعني احنا باقي دقيقتين هم قالوا لنا تعال. اي انا امس كان قلبي حاس ان انت في شيء يودك في السباق، لان انا شفت مارلت شلون فرق، وعقب شفت سفيان شلون سفيان شوي ركد ما لحق مارلت ما قدر. قلت عبد الحق وينه عن استقلال هذه الفرصه اللي لا تقدر بالثمن؟ والله نشوفه وصلنا وينه؟ بس وصلناه يعني كان مكانك هذه لحظاتك. والله لو احنا دفعنا الحصان دي نصيده ولو طالعين بس في وقتنا نصيده. بس مشكلة ديال الحصان سفيان اش مشكلتنا شنو؟ قلنا لا خلاص يعني ما تفرق بين ثاني وبين ثالث. خفت منه شوي؟ لا ما خفت منه، سفيان اسمه مخيف. اشوف مارلت، اشوف سفيان. عقب ما سفيان شوي ركض يعني سيدة، وانا اشوف هاي المشهد سيدة فكرت قلت هاي الوقت اللي انا متعوده ان عبد الحق يحاول يتدخل فيه، وعبد الحق كان عنده الخيل اللي هو مفروض يتدخل فيها اللي هو باليرمو واو اكس. فهمت المشهد اللي انت دائما متعود عليه انه هو يصير؟ لا بالعكس خيله طيبين ترى، لكن ما حالف الوضع الحاب اسف، واحنا مشينا تدريجي صح عرفتي؟ والهواء ما خدمه مثل ما هو ما خدمه، احنا بعد ما خدمنا مع سفيان تراجع، ولكن الحمد لله يعني عرفنا نتصرف معه. بس هو يقول انه لا ان باليرمو هو يعني الثاني نفس الثالث عرفت؟ فهو يعني ما قدر يتصرف بطريقه غير، قرر انه هو يكون في الثالث. الثاني نفس الثالث حق اللي حق الخصم اللي يقول لك اللي انا خسرت اول خاسرين انا الثاني صح ولا انا غلطان؟ فما قدر يقول لك كذي لان الثاني بعد كان صار فيكتوريوس. لا 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 ما تفرق بين الثاني والثالث، ما تفرق. تفرق وايد؟ لا ما تفرق وايد. عندك تفرق وايد بس عندنا ما تفرق وايد، في القدره لا. هناك تفرق وايد لان متعوده عليه في فلات ريس. في القدره امام ظروف الجو والامس الساعه الظهر كم زاد سرعه الجو؟ تفرق. بدنا نحافظ سلامه الخيل اولى من اي شيء، من المراكز من كل مراكز تروح وتجي بس الخيل ما تجي. وانا يكفيني ان يعني هذا الخيل الصراحه وصلت. لان امس كانت ظروف السباق جدا صعبه على ان الخيل حتى تقدر ان هي يعني تكمل. اكيد. انت الحين الهواء احنا شو نسوي؟ احنا مع الهواء نمشي فوق ال 30 اقل شيء كمتوسط سرعه. الهواء لكن تعرف ليش يصير الضغط على شنو في السرعه؟ النيادي الحصان يدفع من ورا وينزل في الوزن. وضد الهواء يصير ضغط على الجهد. فهمت؟ السرعه يصير الضغط على الايادي تحت على الاطراف. الايادي والارجل. ولكن في السرعه في ضد الهواء ايش يصير الضغط على المجهود الداخلي من داخل، لان الريح في وجه الحصان فرئته، الرئه ترى يوم تنفتح تشفط كميه هواء بارد يدش داخل مالها في جسمه. في الرئه وفي جسمه، ما تشوفي بعض الخيل يتخربط السيستم مالها كله. او اكس وضعها ما كان اوكي امس. هي او اكس الفرس. قول الحمد لله شوفي ماضيها. ادري ماضيها سيء. اعرف ان ماضيها سيء. ليش ما تركزي على هالتطور اللي صار لي؟ بس تحسن. انت تخيل لو السباق بسرعه 27 من الاول كان امس او اكس موجوده. وتخيل بس وجات لك الرابع يعني الخامس. تخيل لو ما كملت. هي الثالثه اللي باية هذا؟ الرابع. تخيلي لو ما كملت. اي فنقول يعني اوكي انها يعني حلت. لا بس هي كانت قادره تعطي اقوى معنا، والله لا كانت قادره تعطي اكثر. مثل ما فليت وبعد عطى اكثر. صح الخيل يدد يعني بالضبط. احنا لو نقول كم سنه خذ لهم في البحرين، فليتو بيكمل سنه وطارق تو مكمل سنتين. بالضبط. يعني خيل يدد ما نحكم عليه، ومرلينو خلص 3 سنوات لكن مرلينو تو قاعد يصير خبره في هاي السباقات اللي تمر عليه، العيد الوطني، كاس الملك. والحصان الرابع ربيه بعد تو جديد ما نحكم عليه. يعني اليوم احنا لستاتنا كلها خيل جديده. بس جايين احنا مشتغلين يعني من الاسطابل جايين هني مو بعشان نطلع عذر نقول هاي خيل جديده. في كل الاحوال اداء مارلت كان مبهر وجبار. حصان طيب. عرفت؟ يعني واحيانا في اشياء تصير احنا ما نفهم اسبابها، يعني يمكن الفرق اللي سواه امس كان غير متوقع على الكل. ترى حصان اللي شفتيه العام مو هو اللي شفتيه السنه، حصان وايد تغير وايد تغير. احب اشوف الفروقات. اكو بين لك. نفس ديكستر اليوم بالضبط. صح. صح؟ صح. هاي بعد يعني حاله خاصه سبيشل كيس. صح. 160 اليوم ترى مسوي افرج سبيد عالي. افرج سبيد عالي. كل شيء يحتاج صبر، كل شيء قابل يتغير في لحظه، كل سؤال لازم نحصل عليه جواب. نبيك انت تقدمين لهم السؤال، وين اخطر انا؟ على الحصان ولا في السياره؟ وهم لازم يجاوبون هالشيء، لان في كل الحالتين الله يعينهم. في النهايه ارد واقول كل شيء يحتاج صبر. فشل معانا الحصان سباقات كثيره، فشل مع مدربين 3، بس مهم انك ما تستسلم وتظل تحاول للنهايه. نحن غيرنا كيان الحصان بشكل كامل. بالضبط، غيرت كيان الحصان، عطيته طاقه ايجابيه وعطيتنا احنا طاقه ايجابيه حق اليوم وحق بطولة العالم. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.